صباح النور والسرور، صباح الخير والبركة والعطاء على الجميع. صباح عليكم مشاهدينا أينما كنتم. حلقة نهاية الأسبوع من برنامج في الضحى، إن شاء الله نقدم كل ما هو مفيد وجديد. أنا وزميلي نايف، صباح عليك نايف. صباح الخير زهرة، كذلك نقول صباح الخير على مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وين ما كانوا. نرحب فيكم في برنامجكم اليومي في الضحى اللي نطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون قطر. أكيد دائما وأبدا نسعى من خلاله أن احنا نقدم فقرات وضيوف جدا مميزين. زهرة أكيد. وصلنا تقريبا يوم الخميس أكيد. وإجازة وويكند، يعني خلاص المفروض يكون بطاقة إيجابية ونشاط إن شاء الله. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة أكيد للجميع، وإن شاء الله نشحن طاقتنا للأفضل دائما. وعدناكم دائما مشاهدينا بأخبار جديدة، والخبر معنا تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الرابعة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك في معهد تدريب الشرطة بمنطقة السلية صباح اليوم. وحضر الحفل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما حضر الحفل سعادة السيد مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكبار القيادات الأمنية والعسكرية من الدول الشقيقة والصديقة. وحضره أيضا رؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة وكبار ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة وقوة الخوية وضيوف الحفل. ونؤدي واجباتي بشرف وأمانة، ونطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، والله على ما أقول وكيل. نعم مشاهدينا الكرام، طبعا احنا بدورنا نبارك لكل الخريجين في هذه الدفعة، ونسأل الله أن ينفع بهم البلاد والعباد. طبعا ننتقل إلى فقرة الصحافة، وأول خبر من جريدة الراية: طرح التذاكر يزيد الترقب والحماس للمونديال التاريخي. انطلقت أمس الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم فيفا قطر 2022 لخطوة مهمة تزيد من الترقب والحماس للمونديال التاريخي الذي أكملت عاصمة الرياضة العالمية استعداداتها لاستضافة نهاية العام الجاري، وتتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم للاستمتاع بمباريات البطولة المرتقبة. وبدأت المرحلة الأولى في الواحدة من ظهر أمس بتوقيت الدوحة،
وتختتم في 8 من فبراير المقبل عند الواحدة ظهرا، وتتاح خلالها الفرصة أمام المشجعين لتقديم طلباتهم لحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني. طيب نايف، حجزت التذكرة ولا لسه؟ أنا حجزت. أنا لسه ما حجزت. ننتظر يعني الخطوة اللي بعدها إن شاء الله. أكيد، يعني حدث عالمي والجميع ينتظر هذا الحدث العالمي. لاحظنا في دفعة التخريج أيضا يعني مشكلين طبعا مشكلين نرحب بالعالم 2022 طبعا، يعني دعوة للجميع لحجز التذاكر لأنه حدث عالمي، أو من الحق أو ما من الحق. الخبر الثاني من لوسيل، ووزارة الأوقاف تدشن النسخة الجديدة من المواقع الإلكترونية للأطفال، حيث دشنت الشبكة الإسلامية إسلام ويب التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم البوابة الجديدة بنين وبنات على الإنترنت الإصدار العربي للعام 2022. طبعا ذلك بمعرض الدوحة الدولي للكتاب. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد سيد مال الله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة، أن موقع بنين وبنات يغطي احتياجات الطفل الدينية السلوكية والمعرفية أيضا الثقافية والمهارية وصحة العقل والجسد، ويتضمن الكثير من الأعمال ذات الصبغة الإسلامية في قوالب محببة للأطفال، مستخدما الكثير من الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية والدراما المتخصصة للأطفال. نعم زهرة، طبعا حلو أن احنا قاعدين نشوف اليوم اهتمام كبير بفئة الشباب والأطفال. طبعا ثالث خبر من جريدة العرب، 190 مشاركا في ورشة الحياة الصحية بمركز الدانة للفتيات. نظم مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب عبر برامج زوم ورشة توعوية بعنوان كيف أبدأ حياة صحية، قدمتها الأستاذة جواهر صقر الرميحي مدرب أول مهارات حياتية وتطوير الذات، وذلك بالتعاون مع مبادرة شباب 22 الرياضية، حيث تأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها المركز بصفة دورية في إطار الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة. جميل دائما نشاهد تعاون وتكاتف من المؤسسات والجهات لتطوير الفكر والشباب والأطفال دائما. إذا من هذا الخبر مشاهدينا ننتقل إلى الخبر الرابع معنا من الشرق وكتارة. تعلن أسماء الفائزين في مسابقة اللغة في القرآن الكريم. أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقتها البحثية اللغة في القرآن الكريم، والتي تم إطلاقها ضمن فعالية الدوحة عاصمة الثقافة في العالم العربي الإسلامي 2021. وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم الصليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة أن حجم المشاركات في مسابقة اللغة في القرآن الكريم يعكس التفاعل الكبير مع أول مسابقة بحثية تنظمها كتارة في مجال اللغة في القرآن الكريم. نعم زهرة، طبعا اليوم احنا نشوف مبادرات سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة بالاهتمام باللغة. طبعا هذه لغة القرآن، لغتنا، وهذا الأمن الثقافي، وشيء طيب اللي احنا جالسين نشوفه اهتمام كبير يعني من الجميع ب يعني الحرص على اللغة العربية. طبعا ننتقل إلى آخر خبر من جريدة الوطن، مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما. سجلت مدينة طريف في شمال السعودية الأربعاء 6 درجات تحت الصفر، وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما، فيما توقع خبير في الأرصاد الجوية اشتداد البرودة خلال الأيام المقبلة مع تكثف الكتل الهوائية القطبية. وذكر المركز الوطني للأرصاد على تويتر أن مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن هي أبرد مدينة سعودية في الشتاء 30 عاما الماضية وفقا للسجلات المناخية للمركز. يعني نشوف اليوم أكيد طبعا السعودية انخفاض وارتفاع، طبعا يعني نشوف حتى في السعودية في بعض المدن فيها تساقط في الثلوج. طبعا بلاد الشام وأوروبا حاليا الثلوج تغطي الأماكن، يعني موسم الشتاء موسم البرد. أكيد. نعم. أكيد. نعم طبعا جميل بأجوائه تغيير أكيد بالضبط. إن شاء الله يا رب. نعم. يحمي الجميع من يعني العواصف والعوامل الجوية المؤذية ويحمينا من الفيروسات، يعني حاليا نحن موسم الفيروسات والأمراض. نعم زهرة، أكيد نحاول نحفظ أنفسنا، نحاول أنه نحافظ على صحتنا،
نلتزم بالإجراءات الاحترازية. أكيد طبعا زهرة، بما أن احنا اليوم يعني وصلنا نقدر نقول نهاية الأسبوع، والناس طبعا يعني تتجهز أن هي تروح بعض المجمعات، بعض الأماكن الترفيهية. طبعا خلونا احنا نشوف هذا التقرير عن آراء الناس عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المجمعات ونرجع لكم. الإجراءات في المولات جيدة، من سواء من دخول المول التشيك على الاحتراز أو داخل المول نلاحظ أن الجميع ملتزم. التباعد الاجتماعي اللي موجود جوه المولات نفسها والإجراءات الاحترازية بتتم بشكل كويس، والناس بصراحة عندها وعي. الصراحة في المولات بصفة عامة في دولة قطر أشوفهم حتى في كل بوابة سكيورتي يشيك احترازي، حتى يشيك في الاحتراز الوقت بالضبط، أي شيء يكون في الحرارة. قانون جديد اللي صار إنه ممنوع يدخلوا أطفال تحت ال 12 سنة، فكنت شفت حالة قدامي حتى التباعد في المحلات بصراحة أشوفهم كل محل على كبر مساحته، مثلاً محل يرفع 6 أشخاص، محل يرفع 3 أشخاص. التزام بالمسكوت على أعلى مستوى من كل الشعب عامة، من قبل الحكومة، الإجراءات اللي تاخدها الاحترازية. وأنا لاحظ خاصة في المولات يعني إن في مثل الجهات اللي تراقب يعني، فالناس تخاف أصلا حتى، فهذا يخلي عندهم بعد التزام أكثر في الانضباط يعني. فالأجواء في المولات يعني إن شاء الله تكون آمنة بسبب هالإجراءات هذه. مستمرين معاكم مشاهدين الكرام، مثل ما وعدناكم وراح ناخذكم في فقرات ومع ضيوف جدا مميزين، وهذه الفقرة تجذب الحدائق المصغرة بمناظرها الخلابة العديد من هواة الزراعات المنزلية من كل جنس ولون. فما أجمل أن تتزين البيوت وأماكن العمل بل وأماكن الدراسة والتجمعات بأحواض من الورود والرياحين والزهور المختلفة والألوان طبعا المختلفة بالأشكال والألوان، مما يبعث الراحة في النفس. دعونا نرحب معنا بضيفتنا الكريمة السيدة نور محمد الحافظ، المهندسة الزراعية. حياك الله، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. صباح الخير أستاذة نور. أنا حابة أسألك بالبداية عن مصطلح الحدائق المصغرة، ماذا يعني؟ الكل متعارف عليه الحدائق العامة أو الحدائق المنزلية، أما الحدائق المصغرة هي عبارة عن حديقة إحنا منصمم ومننفذها ضمن أحواض أو ضمن أسس في المنزل، في أماكن العمل. ممكن إحنا يعني مثل تصميم أو تنسيق مصغر للحدائق المنزلية أو الحدائق العامة. في كثير أشخاص ما عندهم ببيوتهم حدائق أو ما في بلكونات، ما في متنفس. فإحنا ممكن ننفذ حديقة بديكوراتها، بديزايناتها، بالعشب، بالجراس، بالألعاب داخل الأصيص أو الحوض المخصص للزراعة، طبعاً على حسب الحجم اللي إحنا بنختار. نعم. طيب أستاذة نور، يعني ياريت لو تكلمين عن أهمية المساحات الخضراء بالنسبة للبيئة وللإنسان. لا، بدنا نعرف المسطحات الخضراء هي المساحة أو المروج اللي بنزرعها بأعشاب أو نباتات عشبية اللي بنسميها الجراس أو المروج، بتعطي ميزة كبيرة للمدن وحتى للملاعب. احنا اذا بنشوف الحدائق العامه او الحدائق المنزليه تقريبا 30-80% من مساحتها هي عباره عن مسطحات خضراء، بعكس الملاعب او اماكن السباق بتكون 100%. فهي بتخفف من ارتفاع درجات الحراره وخاصه بالصيف، بتقلل من اثاره الاتربه لما يكون في رياح، ايضا في الملاعب بتكون مثل وساده تحمي اللاعبين اثناء اللعب او سقوطهم يعني، بتقلل من التلوث الضوضائي او الاصوات والازعاج في المدن، كمان بتثبت المناطق اللي فيها رمال او منحدرات او تلال. فكلها ميزات تنعكس على البيئه وعلى نفسيه أكيد. الانسان اكيد 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 بطريقه او باخرى. يعني دائما السيدات بيحبوا يعملوا داخل المنازل حديقه صغيره او على مثل ما تفضلتي على شرفه او في الحديقة الخارجية، لكن دائما بنعاني وخصوصا في أجواء البلاد الحارة مثل قطر من
يعني عدم الخبرة باختيار النباتات الصالحة للفصل الصيفي أو الشتائي؟ يعني هل منغير على الصيف غير الشتاء النباتات، أم ممكن نختار نباتات تصلح للفصلين؟ في نباتات تصلح، يعني بنسميها احنا دائمة الخضرة، سواء أشجار أو شجيرات أو النخيل، بنشوفه ما شاء الله مزروع بكافة أنحاء قطر. في يعني بتصلح على مدار العام، بتتحمل الأجواء الحارة. ها بالنسبة للنباتات الخارجية. بالنسبة للنباتات الداخلية بتعيش طول العام، بس بتحتاج عناية أكثر من تسميد، من ري. مثل ما دائما بنحكي انه النباتات الخارجيه بتحتاج تقريبا ري كل يوم، وخاصه في فصل الصيف ممكن درجات الحراره ما شاء الله عندنا بتوصل 50، يعني نعطيها مرتين باليوم، بعكس النباتات الداخليه فما بتحتاج تقريبا بالشتاء مره وبالصيف مرتين، لانه اصلا البيوت بتكون مكيفه ودرجات الحراره بتكون مناسبه، فما بتحتاج كميات الري الكبيره. نعم استاذ نور، طبعا انا اشوف يعني امامي ان المساحات هذه جدا صغيره، يعني ما تتطلب ان تكون مساحات كبيره، يا ريت لو تكلمين عن القطع هذه اللي موجوده امامي. عباره عن حدائق مصغره نفذتها داخل اسس، استخدمت فيها يعني ممكن يعني نعمل حديقة عبارة عن بيت، مساحة من البلاطات المرجية أو مثل اللي بيدوسوا عليها بالحدائق، مثل مجرى ماء، ممكن نحط جسر نباتات، ممكن نستخدم ديكورات اللي احنا بنستخدمها أصلا بالحدائق مثل الطاولات الكراسي حتى الحيوانات، ممكن نستخدم حتى ألعاب الأطفال. فأنا أنه دائما بشجع وخاصة في ظل كورونا والعالم بالبيت أنه ممكن العائلة ممكن العائلة تجتمع كلها وتنفذ حديقة مصغرة ويشغلوا فيها الأطفال أحسن من الألعاب الإلكترونية. النباتات يعني طبيعية لداخل أي هذول نباتات طبيعية، كلهم نباتات داخلية، عندنا دراسينا وعندنا فيتونيا وهي صبارية قزمة. فإحنا ممكن نستخدم حتى الأطفال، نخليهم يجيبوا من ألعابهم ويستخدموها كديكور في المنازل. صحيح. وش كثر ياخذ معك وقت على ما تنتهين من هو؟ على حسب يعني انا شو مفكره اعمل، يعني النبات على حسب التصميم اللي انا مجهزه، يعني ممكن تاخذ 3 ساعات 4 ساعات، مش تاخذ هيك، يعني بتاخذ وقت على حسب انت حابب شو حابب تدخل. حتى ممكن ندخل المسطحات الخضراء سواء كانت طبيعيه او صناعيه، انا يعني مستخدمه المرج او الجراس الصناعي كقاعده للطاوله والكراسي. جميل جدا، يعني افكار خلاقه. ما هو الحديقة اللي أنت بتفكري تعمليها مثلا بالحديقة وما قدرت تنفذيها ممكن تعمليها مصغرة وتحطيها بالبيت أو بالمكتب. جميل. يعني دائما منفكر دائما كيف ممكن نتعلم نتعامل مع النباتات، هل توجد دورات أستاذة نور في هذا المجال ممكن نساعد المشاهدين يتعرفوا أكثر؟ نقدم دورات، يعني بتعاون أنا مع المراكز تابعة لوزارة الرياضة والشباب. جميل. أو مراكز خاصة بنقدم فيها ورش تنسيق النباتات، ورش حدائق مصغرة، ورش حدائق زجاجية، كل ما يتعلق يعني تعليم الزراعة والعناية بالنباتات الداخلية والخارجية، حتى فيما يتعلق بأمور الزهور والعناية فيها وتنسيقها. جميل. يعني مع كثير من المراكز. طيب بس التابعة. كيف ممكن للمشاهدين إذا بدهم ينتسبوا لهي الدورات، يعني يتواصلوا مع الوزارة، يدخلوا على المواقع؟ هم بدهم يشوفوا المراكز، المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة دائما هم بينزلوا على المواقع التواصل. نعم. حتى يعني المراكز بتنزل قبل بشهر في منها، وفي مراكز خاصة كمان ممكن يتابعها، وأنا يعني دائما الورش اللي بقدمها بحاول أنزل إعلاناتها عشان نكون يعني نفيد الجميع. أي صح، الإفادة تكون للجميع. أكيد. طيب أستاذة نور، يعني أنت كونك تقدمين دورات في هذا المجال، كيف شفتي الإقبال من المجتمع أو من الناس في هذا المجال؟ والله الإقبال كبير بالنسبة للأطفال أو للكبار، يعني الكل حابب يزرع، الكل حابب يكون عنده حديقة يعتني فيها، حتى في سيدات كثير بتحب تزرع بالمطبخ بالنسبة للريحان، لإكليل الجبل بيستخدموها بالسلطات بالطبخ، يعني فالكل بيحاول يستفسر انه شلون نزرع، شلون نعتني بالنباتات، ممكن شلون ممكن نزرع نباتات داخليه نعتني فيها، نباتات خارجيه، يعني الحمد لله الاقبال كبير. جميل. جميل. انا لو حبيت اعمل هلا يعني الجو مناسب لحتى الواحد الجو جميل ينظم حديقه، خلينا نقول على الشرفه مثلا، اهم النباتات اللي ممكن تعيش معنا بهذا الفصل يعني بهالاشهر. لا الجو حلو، تقدري تزرع مثلا، ممكن تزرع خضار، ممكن تزرع نباتات زينه، ممكن تزرع اللي انت حاببتي بما انه الجو جميل، يعني مو مرتفع درجات الحراره. بس حبيت انبه على شغله انه بالنسبه للحدائق المصغره نبتعد عن زراعه النباتات الموسميه، النباتات الموسميه او الحوليات او السيزون اللي بنلاقيها مزروعه الورود الصغيره في الدوارات او هيك، لانها تقريبا كل 6 شهور بتحتاج تجديد. نبتعد مثلا عن الخضار،
لانه شفت الخضار بدها عنايه وبتزرعيها بذره ممكن او شتله وبعدين تكبر، فاحنا نستخدم نباتات زينه راح تضل معنا فتره طويله وما تكون نباتات بدها مثلا تسميد بفترات متقاربه او ما بدها تقليم، يعني نباتات تعيش لفترات جيده وما بدها عنايه كبيره. نعم. يعني نباتات زينه افضل، وخاصه اذا بدنا نحطها جوا البيت نستخدم نباتات داخليه، اما اذا حابين مثلا نزرع بحديقه او نحطها على بلكونه ممكن نزرع نوع من انواع النباتات الخارجيه. نعم. نعم. طيب استاذه نور، يعني الادوات اللي انت عاده تستخدمينها في صنع او في يعني عمل مثل هذه الديزاينات؟ هلا في شغلات انا بشتغلها بايدي وفي شغلات انا مثلا بشتريها، مثلا هذول الكراسي مثلا جاهزين، في الستاندات او البلاطات المرجيه ممكن استخدم انواع من البلاستيك، ممكن اعواد خشبيه حطيت اناني كانوا قوارير يعني. صح انا مستخدمتها. اعاده تدوير كمان للاشياء. اعاده تدوير صحيح، يعني مشان هيك انا بقول لهم دائما انه ممكن ندخل الاطفال بهالشيء. نعم. سواء اعاده تدوير او هم يستخدموا من مقتنياتهم، يعني في كثير اطفال بيحبوا يستخدموا طاولات أشياء. شغلات صغيره، الشوبكنز اللي درج فتره أكيد. للاطفال أكيد. يعني ممكن يستخدموها مع النبته. اكيد. طب تفضلتي كنت عم تتحدثي عن موضوع التسميد. لو نتحدث عن حاجة النباتات الخارجية أو حتى الداخلية بالمنزل للتسميد، كم مرة بالسنة؟ كيف ممكن نستخدم؟ اختيار السماد المناسب؟ لا، في نباتات بتحتاج فترات ضمن فترات متقاربة، تقريبا كل شهر ممكن نسمدها. احنا المتعارف عليه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات بصفة عامة اللي احنا بنسميها MBK اللي هو نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم، بيحتاجهم النبات مشان يكتمل أو يستمر بالنمو، سواء مجموع خضري أو أوراق أو ثمار. فاحنا لازم نسمد هذول العناصر الاساسيه باستمرار بالاضافه للعناصر الصغرى، العناصر الصغرى اللي هي بيحتاجها النبات، مثل احنا لما بناخذ الحديد وغيره، فالنبات نفس الشيء بيحتاج حديد، منجنيز، نحاس وغيرها من العناصر، ممكن اضافه كل هذول تقديمها للنباتات سواء داخليه او خارجيه، لكن بنسب معينه. نعم. على حسب حجم النبات، على حسب عمره، على حسب حجم القصيص، في انواع من الاسمده احنا اصلا بنضيفها للتربه قبل الزراعه. نعمل خلطات جاهزة ونزرع فيها سواء بذور أو نباتات، وفي نباتات على مدى عمرها، يعني من بدايتها هي صغيرة لما تكبر نعطيها كميات من الأسمدة سواء سائلة أو بتكون بودرة. حتى هاي الأسمدة الMBK هي غالبا بتكون عبارة عن بودرة احنا بنحلها بالماء. نعم. تستخدم بالمشاتل بالمنازل، او في منها انواع بتكون سائله يعني لسهوله الاستعمال. نعم. طيب استاذه نور، اليوم الحدائق المصغره يعني شو اللي يفرق او شو اللي يميزه عن الزراعات المنزليه المعروفه عندنا؟ هلا الغالب متعود يزرع مثلا بالحديقه برا نخل، خضار، نباتات زينه، اشجار مثمره مثل الليمون وغيره، اما احنا لما بنزرع بنجسد حديقه صغيره جوا حوض نعمل جماليه، واصلا بتحس حالك بتفرغ، يعني اذا كنت في ضغط او ضغط عمل او يعني انت تعبان فبتحس بمتنفس، يعني انا بالنسبه لي بفرغ السحنات السلبيه لما بشتغل، فبتحسي يعني بتعطيك يعني مثل طاقه ايجابيه، بتعطيك بتفرغ كل شيء انت حاببتيه، يعني انا بحس لوحه فنيه، بتكون النتيجه جميله. لوحه فنيه، ممكن نفتح المجال للاطفال انه للابداع. صحيح. يفكر بطريقه لدمج الالوان، دمج الاشياء المختلفه. ما هو دائما انا بقول لهم بالورش احنا بنعطي الافكار الرئيسيه، وفي ابداعات يعني بتطلع من الكبار او من الصغار، بتلاقي يعني يمكن شغله انت ما تخطر ببالك، حدا طفل صغير او حدا يعطيك فكره او ينفذ شغله بتكون يعني شغله مبدعه يعني. صحيح. جميل جميل. اذا سؤال عندك. طيب استاذه نور، يعني عاده الاشخاص اللي يدخلون معاكم في مثل هالدورات، لما يعني المخرجات الدوره هذه، هل بامكان انه هو مثلا يقوم بكل الاعمال لحاله؟ ولا هي فقط يعني خلينا نقول مقدمات شغلات يعني رؤوس اقلام، بعدها لابد انه هو يطور من نفسه اكثر، يحضر دورات اكثر؟ لا، هو بالبدايه الورشه بنشرح كل شيء من الصفر تنوصل للمخرج النهائي، وبعدين انا بعطيهم مجال هم يشتغلوا بايدهم، يعني كمان يبداوا من اول شيء لا يوصلوا لها النتيجه، حتى لو ما وصلت مثلا النتيجه 100% بيرفكت، بس اكيد راح يوصلوا تقريبا ل 80 او 90% من اللي هم حابين ينفذوا، وبس يتدربوا ويطوروا من حالهم اكيد راح يوصلوا يعني لمستوى ممتاز. أكيد. أكيد. وجيد يعني. اكيد. خلال الدورات لاحظتي اقبال الفتيات اكثر ولا الاولاد؟
والله شوف اتوقع الاولاد اتوقع الفتيات العمر الصغير بيكون مشترك اولاد وبنات ايه؟ اما بالنسبه للكبار مع المراكز انا بقدم للبنات ايه؟ نعم. يعني سواء سيدات او بنات بيكون بس في اقبال يعني سواء جميل سيدات يعني او البنات. خلال الدورات لاحظتي انه مع كورونا كان في تراجع على الاقبال وكان في عندكم دورات اونلاين ولا كانت حضورية؟ والله كورونا حولناها كله اونلاين اونلاين الى الان يعني اونلاين من فتره يعني من حوالي شهر عملناها عادي بس حاليا متجهين للاونلاين. كثير صعب يعني تعلمي طفل او تعلمي شخص يعمل لوحه في ورش بتكون مثلا ارشادات او شيء بتكون نظريه بس العملي احلى يعني لما تشتغلي وتكوني معاهم هم بيعطوك من روحهم وانت بتعطيهم يعني بتحسي بمتعه تفاعل اي بس الاونلاين حتى ممكن احنا نجهز الادوات ونجهز البوكسات ونبعثهم للمشتركات او المشتركين معنا وبتكون يعني بدل ساعه ممكن تكون ساعتين لبين ما نشرح ونفتح الكاميرات ونتواصل معهم ونفتح البوكسات اليوم المدارس لا توصل قبل بيومين نعم اليوم حتى يعني الدراسه والمدارس كلها صارت عن بعد يعني فكانه خلاص رايحين متوجهين ما هم تعودوا يعني تعودوا على الاونلاين بالمدارس فصارت الورش شغله سهله يعني بالنسبه لهم ان هم يشتغلوا ويطلعوا الادوات وبينبسطوا يعني وبفرجوك يعني انت بدل مثلا الورشه اذا كانت ساعتين ممكن تاخذ الاونلاين 3 ساعات لان انت بدك تحاولي تتواصلي مع الكل وتفتح الكاميرا وتشوف الكل شو عم يشتغل تعطي اهتمام للجميع ليحسك انه انت مهتم صحيح لا بدك تشوف المخرج النهائي عندهم يعني طبعاً. انتم مسجلين وجايين تستفيدوا فمستحيل مثلا نسكر بدون ما توصل للنتيجه المرجوه اللي انتم داخلين عشانها نعم. طيب استاذه نور كم صار لك انت في هذا المجال وليش دخلتي هذا المجال او اهتميتي في هذا المجال كم صار لي متخرجه ولا كم لا صار في هذا المجال انا مع الورش تقريبا صار بقطر من 2016 يعني جميل. تقديم ورش العمل سواء تنسيق نباتات تنسيق زهور حدائق مصغرة حدائق زجاجية كل ما يتعلق بالزراعة وغيره يعني من 2016 جميل إن شاء الله بس دايما. مجال جميل يعني اللي بيدخل بيتواصل مع جداً. الناس بحس بشيء جميل بتواصل معهم وخاصة أنه عم يوصل معلومات حلوة عم ينشر مفهوم الزراعة عم يخلي الناس تحب تزرع بالبيت وتعتني بالنباتات. طب أنا حاليا حابة نسق الشرفة عندي أعطيني شوية نصائح كيف أختار شو أختار كيف ما عندك شيء أكيد ولا شيء خاص ولا شيء ولا شيء ولا إلي علاقة بالمجال أول شيء بدك تشتري أحواض تكون مناسبة للشرفات وتكون عندك شرفة يعني إذا حابة بدك تختاري نوع إذا مش مشمسة بدك تختاري أنواع تحتاج شمس إذا مو كثير مو كثير مشمسة لا يعني بدك تختاري أنواع تكون تتحمل شوي ما فيها أعطيني أمثلة أعطيك أمثلة نباتات اني حابه زهور ولا حابه مثلا ممكن شجيرات. على الخليط يعني اعطيني اسم كم نبته انا مو بس لإلي يعني نفيد المشاهدين اكيد اللي حابين طيب احنا قلنا اول شيء بنشتري الاحواض بدك تشتري التربه الجاهزه موجوده باغلب المشاتل او حتى بمراكز البيع التربه الجاهزه عباره عن البيتموس او الكومبوست ممكن تخلطيهم مع بعض او نوع واحد ممكن تستخدميه تحطيه في الاحواض مثلا بيخطر على بالي عندنا الالوفيرا ممكن تستخدميها بالبيت هي نوع من النباتات العصاريه ممكن تجيبي الريحان او المشموم يستمر الاجواء سواء برد او حر بقطر ممكن تستخدمي هذا بما انه الجو حلو ممكن تستخدمي النباتات الموسميه اللي هي بتعيش هلا انواع الورود عندنا البيتونيا الفراشه او الفيولا يعني هاللي خطر ببالي هلا جميل الأسماء. خلص اعطيتيني افكار جميله ورد حتى الورد الجوري ممكن تجيبي ممكن ينزرع معك في انواع ممكن تعيش داخلي وفي انواع ممكن تعيش خارجي اذا ما في اطفال ممكن تجيبي نباتات مثلا صباريه او عصاريه بما انه برا يعني بس بيكون حجمها اكبر من هي نباتات القزمه يعني في كثير انواع بس جميل اعطيتيني يعني نصائح مفيده اكيد حالتزم فيها وندعو المشاهدين بس تعتني بالراي ما تتركيها وتنسيها امتى وامتى بتنسي النباتات الخارجيه احنا دائما مره بنقول باليوم فصل الشتاء ومرتين صباحا ومساء بالصيف بس ما شاء الله الجو حلو يعني وفي امطار وفي هيك فان شاء الله ما تحتاج يعني مرات كثير والله استاذه نور يعني مهندسه زراعيه يعني استفدنا جدا من النصائح وان شاء الله ببعث لك صور الشرفه ان شاء الله بعد ان شاء الله بالانتظار شكرا كثير شكرا مشكورين يعني حلو هذا المجال ونشوفه زهر اليوم حتى بامكانك انك انت تدخلين عيالك في
في هذا المجال، ويعني يكون في تعلم مهارة جديدة، تعرف على الطبيعة وعلى الحياة النباتية. لكن وانت جالسة في البيت أكيد نحول العناية بالنباتات إلى لوحة فنية أكيد. نعم طبعا أكيد زهرة، يعني احنا اليوم نشوف الدولة تبذل جهد كبير في يعني محاربة أو مكافحة يعني فيروس كورونا، فخلونا نشوف هذه النصائح اللي يعني أهم النصائح أو أهم الإجراءات اللي لابد تتبعها بعد ما تأخذ اللقاح، نشوفها معاكم ونرجع لكم. يعني مشاهدينا، أخذ اللقاح لا يعني يعني الحماية الكاملة من الفيروس، يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمانا الله جميعا من الأمراض إن شاء الله جميعا. يعني نايف، ما دائما نقدر نعتبر أنه إذا أخذنا اللقاحات يعني عملنا الحماية الكاملة ونقدر نعيش كما نشاء؟ أكيد زهرة، طبعا عبارة عن سلسلة متكاملة، فلا بد أن يكون فيك يعني نتبع كافة الإجراءات، سواء كان غسل اليدين، الالتزام بلبس الكمام، التباعد الاجتماعي، الحصول على اللقاح. طبعا هذه الشغلات جدا مهمة على اساس ان احنا نقدر نتدارك الوباء هذا ان شاء الله. اكيد يعني يعني عدم الإسراف في الصحة، ايضا من الجانب الاخر مشاهدينا عدم الإسراف في الحياة والتبذير، فهما ظاهرتان حرمهما الدين الحنيف، فقد تواترت الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة في ذمهما للابتعاد عنهما، وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العظيم. ولحفظ النعمة وشكر الله عليها والامتنان لله عز وجل، فوائد عظيمة منها زيادة النعم وحلول البركة فيها ودوامها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف شيخة راشد المفتاح، مسؤول علاقات محسنات بمؤسسة قطر الخيرية. حياك الله معنا سادة الشيخة. حياك الله، يرضى عليكم. في البداية لو نتحدث عن أضرار التبذير، يعني ما له من مساوئ على الإنسان، على المجتمع، على كل شيء بشكل عام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. طبعا المحافظة على النعم التي أعطانا الله إياها كثيرة، والنعم يعني لا تعد ولا تحصى، يعني لا نقصد فقط الإسراف في الطعام، إنما الصحة نعمة، الوقت نعمة، المال نعمة، كل ما أعطانا الله من خير نعمة، فالمفترض أن احنا نحافظ على كل شيء. يعني الصحة بالمحافظة مثل ما قلتوا، بالأخذ الأسباب والوقاية من كورونا، بالنسبة للمال المحافظة وإسرافه فيما ينفع وما يفيد وما يعود عليه بالنفع وعلى المجتمع، بالنسبة لصحتي المحافظة على الجسد، بالنسبة للوقت محافظة على وقتي بعد وإنفاقه فيما يفيد. فكل هذه الأشياء نعم من الله سبحانه وتعالى، سنحاسب عليها إذا أنفقناها فيما يفيد، وسنحاسب عليها إذا أنفقناها فيما لا يفيد. ومثل ما قلت إن الله لا يحب المسرفين في كل شيء، فالاقتصاد والاعتدال نعمة من الله سبحانه وتعالى في حياتنا. حث الدين الحنيف على الحفاظ على النعمة، ما هي أبرز المواضع أو الأماكن التي حث فيها الدين الحديث الحنيف على الحفاظ على النعم وعدم التبذير؟ يعني في مثل ما قلت في القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة،
يعني ثم تسألون يومئذ عن النعيم. نعم. إذا النعيم يعني كل نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها على جسدي أو أعطانا العلم أو أعطانا المال، فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعمة وسوف يحاسبنا عليها. إذا المفترض مني أن أنا أرشد واستهلك كل شيء فيما ينفعني ويعود بالنفع على المجتمع. طبعا كل شيء له أضراره، يعني إهدار المال العام أو إهدار الصحة أو إهدار الوقت له مساوئ علي أنا كشخصية يعني وكالمجتمع وفيما يحيطين فيما يحيط فيني يعني. فالمحافظة على هذه الأشياء وهذه النعم من الإسلام. نعم أكيد. ومن الدين أكيد. وسوف أحاسب على كل شيء أكيد يعني. طبعاً فضل. زهرة يعني الأستاذة بشيخة ذكرت نقطة جداً مهمة أن مفهوم النعمة جداً واسع. نعم. يعني يدخل لا يختصر فيه بالضبط يعني. نعم مش فقط الأكل، الصحة، الوقت، فمهم أن الواحد يهتم يعني في هالجوانب في حياته جميع الجوانب مثل ما تفضل أخي نايف. يعني أستاذة يعني تصديقاً لقول زميلي يعتبر أيضا الأطفال أو الأولاد نعمة، الزوج نعم. والزوجة نعمة نعم. كيف ممكن نحافظ على هذه النعم ويعني نحافظ على العلاقات بشكل عام؟ حتى العمل نعمة، حتى نعم. كل شيء ما يحيط بنا هي نعم من الله عز وجل. قد يفهم نعم. البعض أن النعم حصرا هي الأكل والشرب والرزق نعم. كيف ممكن نحافظ على العلاقات إذا حابين نتحدث نعم. يعني تشوفي ولا إن شكرتم لأزيدنكم، وبالشكر معناته المحافظة على ما أعطانا الله سبحانه وتعالى. فطبعا العلاقة بين الزوجين مهمة جدا لاستقرار الحياة ولتنشئة الأطفال نشأة سليمة. فلما يكون البيئة يعني فيها الأمن وفيها الأمان وفيها الحب والحنان طبعا ستنتج أسرة زينة. والمجتمع عبارة عن أسر متكونة من عدة أفراد، وهي الأفراد هم اللي يعيشون في المجتمع. فكل ما حافظنا على بيتنا وعلى السكينة وعلى الاطمئنان وعلى نعمة على النعم التي أعطانا الله إياها، مثل ما قلت الأولاد نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. الزوج الصالح والطيب نعمة، الزوج الحنون بروحه نعمة، الزوجة الطيبة نعمة، المرأة اللي تدير مسؤوليتها والزوج اللي يعرف مسؤوليتها، هاي كلها ستدر يعني على المجتمع أسرة إن شاء الله نافعة. أكيد. وفي كثير من الأوقات أخي نايف تزول النعم بعدم تقديرها بالضبط. بعدم الحفاظ عليها، عدم محاولة يعني إعطاء الآخر كما أمرنا الله عز وجل، فبالتالي ممكن نخسر هذه النعم. يجب أن نحافظ على النعم بتقدير هذه النعم والإعطاء أكثر وأكثر إلى الجانب الآخر. أيضا أستاذة شيخة يعني من جانب آخر إذا حبينا نتحدث عن نعم أخرى مثل العمل، يعني أوقات في كثير من الأوقات بسبب ضغوطات العمل يعني الإنسان يتذمر، ضغط عمل وضغط، لكن يجب أن ندرك إذا توافقيني بالرأي ندرك قيمة هذه النعمة، لأنه في كثير من الأشخاص يعني يحتاجون إلى العمل، يحتاجون إلى المال، لكن كثر المشاغل والضغوطات تجعل الإنسان دائم التذمر، دائم يعني الشكوى. فهل الشكوى تذهب عنا النعم، ولكن أم أن يعني يحق لنا في بعض المواضع أن نشتكي؟ يعني شوفي ما دام أن احنا نعمل مع أفراد لابد أن بتكون في إشكاليات أكيد. فإشكاليات نحلها يعني بالحكمة والمنطق، وطبعا راحة الموظف هذه شيء مهم، يعني عشان يعطي وينجز لابد أن يكون هو عنده الرضا الوظيفي، مرتاح في وظيفته، يعامل معاملة وفيها كرامة إنسانية، فإن شاء الله. لكن دائما لابد أن بتكون في إشكاليات ولابد أن بتكون في ضغوطات. يعني الشكوى لا تذهب النعم عنا يعني. لا إن شاء الله ما تذهب، لكن يعني أنت بتشتكين حق من؟ بتقولين حق المسؤول؟ لا يعني بنقول حق المسؤول بينه وبين نفسه متذمر أو مثلا لا، يعني هذه التذمر مو بزين، لأن الرضا أهم شيء، الرضا. والله سبحانه وتعالى ما يقدر علي الخير ولا السوء يعني لي أنا، يمكن أنا ما أشوف، وأن يعني عسى أن تكرهوا شيئاً وهو شر لكم، وعسى تحبوا يعني العكس، تحبوا شيئاً وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وخير لكم. فأنا أشتكي حق من؟ أشتكي من بيد العلاج، ولا بس طول الوقت قاعدة أتحندى وتذمر وأشتكي ولن يجدي نفع غير بيكون ضغط علي وأذى نفسي لي أنا، في نفس الوقت قد الآخرين يتذمرون مني، يعني المدير لما أنا أكثر من الشكوى بيتملل. جميل. فيعني مو معنات أن أنا ما أشتكي، أنا أشتكي لكن من اللي من بيده الحل. أكيد. فيعني أيوة، وكل أمر لا حل يعني. طيب. كل مشكلة لا حل. طيب أستاذة شيخة، يعني إحنا نبغي نعرف أو يعني نذكر المشاهدين أهم الخطوات اللي واحد ممكن يتجنب التبذير والإسراف.
أول حاجة يعني مراعاة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في الإنفاق. الشيء الثاني الاستهلاك، حتى في الماء، حتى في الكهرباء، في الوقت، في الجد، شلون أرشد الاستهلاك، شلون أخذ ما أحتاجه. يعني فعلا يعني أروح الجمعية المفترض في بعض الأحيان أكتب ورقة في الاحتياجات خلص ألتزم فيها، لكن في بعض الأحيان بدل ما أشتري 5 أشتري 10، فهذه يعني نوع من محتاج مني إعادة النظر في الأمر، هذه ما مقدار استهلاكي وما مقدار ما أقدر أنا أوفر وأقدر يعني أعمل الخير وأقدر أسوي في مبلغ بسيط. أكيد. يمكن عندي ملايين وتذهب سدى، وعندنا الإسراف والتبذير يعني في مجتمعنا وايد، المجتمع القطري يعني هاي اللي طلع آخر شاشة الكوفيد، البرتقال والليمون صراحة البرتقال والليمون والزنجبيل يعني أصلاً شيء غير عملي وغير مفيد ويغضب الله. أولاً البرتقال مكسوس، يعني هل بتستخدمين برتقال مقطع؟ يعني يمكن ناس محتاجين للبرتقال والليمون فعلاً ما موجود في السوق. يعني أنا بدل ما أنا أهدي ذي، والله عندنا في قطر الخيرية مش عشان دعاية لا والله، يعني بدل أنا ما أقدم هذا الشيء قد يرمى في الزبالة، في عندنا أغلى هدية لمساهمة في مشروع وقفي، يعني في بير، في مسجد، في مدرسة، أعطي الهدية 500 حتى بأمية بخمسمية، أعطيهم البطاقة ذي وأكون أنا قدمت خير للآخرين ومساعدة للآخرين، وفي نفس الوقت أكيد. تحصل أجر نعم. المريضة أكيد. أو التعبانة نعم. لكن إحنا يعني تبذير جدا جدا يعني مزعج. أكيد رب العالمين أمرنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى إن في مجالنا، إن المبذرين كانوا أخوان. نعم. كل الشكر كل الشكر لك أستاذة شيخة راشد المفتاح، يعطيكم العافية. الله يرضى. والله جزاكم كل خير إن شاء الله. الله يرضى. نعم طبعا مشاهدين الكرام نطلع فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، طبعا اليوم ولله الحمد الدولة وفرت لنا كل البنية التحتية لممارسة أنواع مختلفة من الرياضات، لكن أنا يعني بحكم إني أمارس الرياضة أو إني أحاول إني أنا أمارس الرياضة، طبعا في بعض الأشخاص لما أمارس معاهم الرياضة أشوف إنه هو يهتم في الجانب البدني وما يهتم في الجانب الغذائي التغذية والأكل، فنشوفه عادي يعني ممكن ياكل أي حاجة. يعني دائما المسؤولين عن التغذية يشجعون دائما على الالتزام بالرياضه والغذاء يعني على حد سواء. نعم. يعني كل متكامل مع بعض، يعني ما لا يمكن للشخص ان يلتزم حصرا بالغذاء لانه ممكن يسبب بعد يعني بدون يعني متابعه الرياضه بالضبط. الى ترهل. نعم. كسب العضلات، عدم نمو بالعضلات، فبالتالي لا تكفي فقط التغذيه ولا تكفي فقط الرياضه. نعم طبعا زهرة اكيد يعني في طرق مختلفه ممكن الواحد يتبعها، يعني على سبيل المثال اليوم نشوف يعني واحدة من الطرق اللي هي الصيام، أكيد طبعاً أو الصوم له فوائد كبيرة سواء على يعني صحة الشخص حتى على يعني الأشخاص اللي يمارسون الرياضة. يعني على سبيل المثال اليوم نشوف في العالم الغربي فكرة الصيام انتشر بشكل كبير لدرجة أنه تقريباً في بريطانيا وأمريكا تقريباً تم بيع أكثر من 1,000,000 كتاب يتكلم عن فكرة الصوم. طبعا يعني في الغرب غالبا يلجؤون الى الصيام متقطع او الصيام الليلي، يعني يمتنعون عن الاكل لساعات طويله مع اخذ السوائل بدون سكر او بدون وحدات حراريه. اكيد طبعا خلونا احنا نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن فوائد الصوم الليلي ونرجع لكم. الصوم المسائي أو الصوم الليلي هو الامتناع عن الطعام في المساء والاقتصار على شرب الماء أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية كالشاي والقهوة. ريجيم الصيام المسائي يعتمد على التوقف عن تناول الطعام بعد غروب الشمس أي عند الساعة 6 مساء. ويفضل في ريجيم الصيام المسائي تناول الإفطار عند الساعة 6 أو 7 صباحاً. من أهم فوائد الصيام المسائي التخلص من السموم الموجودة في الجسم نتيجة تناول السوائل مساءً بعد الساعة 6.
تسريع عملية حرق الدهون، وأخيراً خسارة الوزن. ويفضل عند اتباعك لرجيم الصيام المسائي ممارسة الرياضة للحصول على نتيجة أفضل وأكثر فعالية. إذا مشاهدينا الصيام المتقطع مفيد جدا، يعني أنا يعني شخصيا جربت الصيام المتقطع مفيد جدا. ممكن أوقف الأكل لمدة 16 ساعة، ممكن أبداها بوقت متأخر حتى يعني آخر وجبة حابين تاخذوها، ولكن عدم أخذ أي سوائل فيها وحدات حرارية، ممكن قهوة شاي بدون سكر، ما بعد 16 ساعة ممكن ناكل الوجبات اللي حابين نتناولها. أكيد يعني مفيد للصحة، مفيد للبشرة، مفيد لكل شيء. طبعا من جانب اخر نايف يعني نتحدث عن صحه البشره مع بعض، نتابع هذا التقرير عن صحه البشره ونعود. جميله هي البشره النقيه والصافيه، ويظن البعض ان الحصول على بشره صحيه نضره خاليه من العيوب معجزه كبيره، لكن في الحقيقة الأمر بسيط، يحتاج بعض الخطوات اليومية والعناية. ولتحصلي عزيزتي على بشرة نضرة صحية، يجب تنظيف البشرة مرتين يومياً، وذلك باستخدام المنتج الأنسب لنوع البشرة. فبالإضافة إلى أن التنظيف اليومي يحافظ على صحة البشرة، فإنه يحميها من المشاكل الجلدية. الحفاظ على ترطيب البشرة خاصة إن كانت من النوع الجاف، وذلك باستخدام مرطب لطيف يتناسب مع نوع البشرة. إزالة المكياج باستخدام منتج خاص كي يحافظ على نظافتها وتوازنها. تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع، وهو أمر لا غنى عنه للعناية، واستخدام واق من أشعة الشمس بشكل يومي حتى لو كان الجو بارداً، فأشعة الشمس تضر البشرة مهما كانت درجة حرارتها وتزيد من ظهور التجاعيد. شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً يحافظ على مرونة البشرة ويحميها من الجفاف. تناول الخضروات والفواكه والاهتمام بنوعية الغذاء لما لها من أثر كبير على صحة البشرة. النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات كل ليلة، حيث إن قلة النوم تجعل البشرة تبدو متعبة وباهتة. ممارسة الرياضة بانتظام، والتي تعزز عمل الدورة الدموية في الجسم، كما أن الرياضة تطهر الجسم من السموم. نعم طبعا مشاهدينا الكرام، شفنا يعني هذه النصائح اللي كان يعني يتكلم عن أهمية الحفاظ على البشرة. طبعا اليوم احنا نشوف زهرة حتى اهتمام كبير من جانب الشباب في هذا المجال. ضروري الاهتمام بالبشرة، شباب او بنات، يعني كانت اليوم حلقتنا نايف منوعة. نعم. اهتمام بالبشرة، الحديث عن الصيام المتقطع، بالزراعة، بالزراعة بعد تكلمنا عن أهمية الزراعة طبعا حتى وان كانت المساحات صغيرة. نعم مشاهدينا الكرام، طبعا وصلنا معاكم في ختام هذه الحلقة. أكيد طبعا يعني نحب أن احنا نذكركم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، طبعا الحصول على الجرعة المعززة طبعا، وإن شاء الله يكون يعني إجازة سعيدة عليكم إن شاء الله، ونشوفكم في الأسبوع المقبل. مع السلامة. مع السلامة.